بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. الكم ده يعني بصراحة لقيت كتير بيتكلموا فيه، ده بيتعمل إزاي؟ هو عبارة عن كم وردة، مش الكم متكامل، من عند الجيرو لرأس الكم، يعني معمول في الموديل الشريط اللي هو طالع زي الحملات كده من فوق الجيرو، ومتشبك فيه الكم الوردة. طيب الكم ده بيتعمل ازاي؟ سهل جدا جدا. طيب نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. حبايبي ما تنسوش اللايكات، تعليقاتكم الجميلة اللي انا بشكركم عليها جدا جدا. طيب ونبتدي نشوف هنشتغل ازاي. انت اعملي الكم، ابتدي خدي الحردة، احنا خدنا المقص صغير مش اشكال، خدي محيط اكبر، واخده بالك، نقص كده بس، ما جبناش المقص الكبير مش مشكلة. بصي احنا خدنا الكم، بتقيسي من عند محيط اكبر، خلاص يعني كده. نجيب ورقة برضه عشان تبقى الدنيا مفهومة معاكو. طيب دي ممكن نشتغل على الورقة دي. بصي انت بترسمي الكم بتاعك عادي، ادي الكم اهو خلاص، وطلعتي براس الكم، واضح معايا كده؟ طلعنا براس الكم خلاص. انت بتعملي الكم كالمعتاد عادي خالص، خلاص كده، وبتقسمي ده وبتروحي نازله كده كده، خلاص عملتي الكم وطلعتي براس الكم بتاعتك زي ايه، وبتروحي حطها على القماش كده. هنقصه بقى، يعني انت حضرتك بتاخدي محيط الذراع عندك و بترسمي الكم عادي خالص، بتطلعي بقى براس الكم وبتعملي الحردات بتاعتك. بس هخلص كده اقصه واوريكي تعملي الوردة زي ازاي، بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. يعني كلكم فاكرين انها صعبة، لا هي مش صعبة. ادي حبيبتي، ادي الكم بتاعنا اهو خلاص. احنا هنيجي نشبك من عند الجيرو، اذا احنا مش عايزين الجزء ده. امشي معايا بقى خطوة خطوة كده، احنا مش عايزين الجزء ده، يعني هنبتدي الوردة بتاعتنا من عند الجيرو بتاع الكم. طيب هقولك حاجة عشان تبقي عارفة، هنخلي دي كده برضو، ادي محيط الذراع بتاعنا، هتعملي كده. بصي احنا الوردة عندنا اهي، الوردة عاملة كده، احنا هنشبك من الجزء ده، وادي الجيرو برضو من هنا، وادي الوردة بتاعتنا بتبقى بالشكل ده. وممكن بس احنا مش عايزين، احنا بس عايزين اللي هو المحيط بتاع الذراع بالطريقة دي خلاص. وادي تروحي منصفة، طبعا انت هتشتغلي بالمرك، مالكيش دعوة، ما تشتغليش بالقلم ده يبوظ لك الدنيا. انا بس هحط الخطوط بتاعتي عشان اعرف انا هشتغل ازاي. ادي الكم بتاعك بالطريقة دي. طيب هتيجي حبيبتي، تيجي على المكنة، شريط زي ده كده هيكون العرض بتاعه من هنا 2 سنتي ومن هنا 2 سنتي اهو، يعني 4 سنتي، واضح؟ بتروحي ممكناه على المكنة وقلباه بالطريقة دي، اصبح معاكي سهل ما فيهوش اي حاجة. تتني الجزئية دي بس كده عشان خاطر، او تروحي واخدها على المكنة، ادي دخلناها كده. ونبتدي نشتغل في اول حلقة، تيجي بقى قسمي دي بالنص كده،
من هنا بس عشان ايه تبقي عارفه هتشتغلي البدايه بتاعتك منين، تشتغليش عشوائي ابدا. ادي البدايه بتاعت الورده هتبقى من هنا، ادي البدايه بتاعتنا. تروحي حضرتك جايبه الشريط وتروحي بصي لفاه كده الحته اللي انت تانيها طبعا، وتروحي كاوياه ده، تروحي ايه طبعا انت كاوياه علشان يثبت معاكي. بصي تحاولي ايه يعني تكويه وتديله بخه ميه عشان خاطر تبقى معاكي بسيطه. وتروحي بصي هنعمل اول ورده كده اهو، ادي اول ورده اهي، وابره وخيط معاكي تشتغلي بيهم. ادي هنثبت الاول بالطريقه دي، وتروحي بصي بالابره والخيط تروحي مثبته الغرز السحريه كده. بصي الغرز السحريه اللي ما تبانش اهي بالطريقه دي، بصي هنثبتها، تلفي برضو كده. تروحي بقى بصي احنا ثبتناها، تروحي واخداها من تحت من هنا عشان تبقى معاكي بارزة. بصي اهي هي الاسود، يا رب يكون واضح معاكو، ان شاء الله هيبقى واضح، بس انا بديك الفكرة اهو وهكملها معاكي. تيجي بقى من الحرف كده وبتروحي مثبتة بغرزة تنبيت بسيطة كده عشان ما تفكش منك. هتيجي بقى هنا بصي تروحي ايه عاملة كده، دي تاخديها بتانية كده اهو. هبصي فكت مننا مش اشكال، هناخدها بالابرة. بصي تروحي واخدها كده، يعني ازاي بصي اهو تروحي تانية كده، انا بحاول اوضحها لكم، بتروحي تانيها كده تديكي الشكل ده عشان تقدري تدوريها البتاع. فكت اللي احنا قلنا ندخل بيها مش اشكال، اهي ناخدها معانا كده وعلى الحرف كده، وتروحي ايه لضماها كده، مفيش حاجه تقف قدامك، تروحي مدخلاها تاني. خلاص احنا كده لضمناها، وهنبتدي بقى نشتغل في السطر التاني. تروحي عاملاها كده اهو بصي كده بالبوزه اللي انت شايفاه اللي محطوط عليها الخرز كده، سوى القماش ده بيزحلق، هتيجي من على الحرف بتاعها كده بس عشان تثبتي. وطبعا انت بتشتغلي بلون القماش، هنروح عاملينها كده اهي بصي، وتروحي لفاها من تحت. هتيجي من هنا بصي تثبتيها الاول بالشكل ده، استخدمي بقى بس انا عشان اظهرها لكم. هتيجي بقى بصي من هنا ارفعي دي كده بايدك اهي، وتروحي مدخله دي حواليها كده. شفتي بقى الفكره ازاي، احنا هنلفها حواليها بالشكل ده، حطي دبابيس ابره وبعدين تبتدي تظبطي بالابره. هنحط دبوس ابرة، طيب انا هحط دبوس الابرة وبعدين ايه اسرب. ادي هنعملها كده بس تعمليها دوران دوران، بس بتاخديها بالاخر ببوزة يعني. يا رب بس اللون الاسود ده يبقى واضح معاكم. هنروح عاملين كده، وتروحي برضو ماشية كده. هبصي ازاي ونروح جايين برضو النهاية دي كده. بصي اهي تروحي عاملاها بكسرة كده عشان تقدري يعني، احنا هندورها، هتدوريها ازاي، احنا مش عايزينها دوران، احنا عايزينها بالبوزة اللي انت شايفاها بتاعت اهي كده. ونروح حاطين دبوس ابرة بالشكل ده. خلاص نثبت بقى الابرة بتاعتنا. فين يا حبايبي الابرة اهي،
ادي الابره معانا اهي، تروحي بقى عامله كده. احنا هنثبت اللي هي جوه دي، تثبتيها الاول بالغرزه بتاعه التنبيت، يعني الغرزه بصي اللي مش باينه، بصي بنفس الخيط تاخديها عليها كده، هي سهله وبسيطه جدا. بصي اهي تعمليها كده غرزه تثبيت، تدوري عليها كلها بالشكل ده. طبعا انا هعملها بسرعه وانت بقى تبقي يعني تعمليها بالغرز الصغنططه عشان تثبت معاكي، بس مت الفكره بتاعتها سهله وبسيطه جدا جدا جدا. طبعا انت هتظبطي بقى، تكوي الشريط ده كويس جدا عشان ما يفتحش معاكي زي ما عامل معايا. بس احنا بقى مع السرعه انا هسرجه سراجات كده، وانت حضرتك بغرزه التنبيت الاولانيه اللي انا وريتها لك ومن نفس درجه اللون بتاع القماش. ادي هنثبتها دي برضو، تروحي مثبتاها كده. نشيل بقى الدبابيس عشان ما تعمل لناش قلق، الدبابيس اللي احنا خلصناها مش هتاخد منك حاجة، يعني كل سطر تعمليه تروحي عاملة الشغلانة ده بغرزة التنبيت الصغننة. ادي عملنا اول تاني سطر اهو، تمشي بقى لغاية ما تخلصي كل راس الكم بتاعتك. هتيجي برضو هنا اهي، هتروحي عاملاها بصي ببوزة كده زي ما بصي ادي البوزة اهي، معلش اشيل بقى الدبوس ده عشان ما يضايقنيش. هتيجي عاملة كده وتروحي مسرجة ومديها غرزة التنبيت. طب انا هحط الدبوس تاني عشان برضو ما تفكش مني لغاية ما ننبتها، ننبتها من هنا كده. نفك كده، تروحي عاملاها بصي كده سهلة. تروحي برضو بصي تدخلي من تحت كده تثبتيها كده اهي، بصي تروحي مثبتاها وراجعه تاني على الحرف عشان احنا هنبتدي نشتغل من على الحرف. ادي اول خطوه، هنيجي للي بعديها. تروحي بصي ترفعيها كده اهي وتشتغلي. انا احط دبابيس برضو او من غير دبابيس، يعني هبتدي امشي بالطريقة دي. بس انا ايه طبعا هسرج، بس انت بقى بالغرزة التنبيت حطي دبابيس او تسرجي الاول حسب ما تشوفي. والشريط دوت تكويه كويس جدا، ادي بصي يطلع معاكي بيضاوي. انا همشي معاكم لغاية ما اخلص الشريط عشان تشوفي بيطلع ازاي. طبعا انا مكبرة الجزء ده، فانت هتعمليه طبعا بالمقاسات بتاعتك وبيطلع بالشكل ده. كان كتير محتارين بيقولوا ده بيتعمل ازاي، ادي سهل جدا يا حبايبي مفيش اي مشكلة. ثبتي كده بصي ونشتغل تاني. بصي تاخديها من على الحرف كده، تعملي يا حبيبتي العرض بتاعها 4 سنتي، يعني دي من هنا 2 ومن هنا 2 سنتي، واخدة بالك؟ وبتخيطيها من على جوه وبتقلبيها وتشتغلي الوردات بالطريقة دي.
حبيبتي اللي طلبته مني وطلبته على القناة كمان اهو حبيبتي، اديني نزلتهولك. هتيجي بقى تعملي تاني كده، هبصي هتعملي تاني كده، تديكي التبويزة دي بقى انا عايزاها هنا عشان يبقى كله ماشي مع بعض اهو. وتروحي برضو بتنبيت كده، واخدة بالك بالغرزة المسحورة، تروحي مثبتة الجزء ده بس. انا بعمله سراجات ادي، وترجعي تاني بصي بقى، وترجعي تاني للحرف عشان نبتدي نعمل السطر اللي بعده. وتعملي يعني الكم، سيبي براح لتحت وسيبي براح من فوق، واخدة بالك لغاية ما تظبطي. وقبل ما تشتغلي على القماش جربي في قطعة صغيرة الأول. بصي الطريقة سهلة جدا، انت الشريط وبتلفيه وبترجعي تثبتيه. الضم بس ديت، هنيجي بقى نكمل تاني. هتاخدي برضو دي كده، هبصي بقى هتاخديها برضو كده اهي، وترجعي تروحي انا هسرج على الحرف وتشتغلي. هسرج بس عشان تبقى نخلص بسرعة، وتاخديها. وبعدين هقولك حاجة، الجزء المتخيط ده خليه من تحت، الجزء اللي هو بتاع الخياطة خليه من تحت ما تخلوش من فوق، تخلي بالك وانت بتشتغلي. طيب احنا ممكن افكه عشان خاطر ما يبقاش شكله. بس حبيبتي الوردة يا رب بس تبقى زهرة، هي عشان اسمر اهي، هي طلع زيها بالظبط طبعا. وحسب القماش بقى انت هتشتغليها بالستان، الستان هيبقى ماسك نفسه، وبرضو تكويه كويس جدا برشة مية كده. هنيجي هنا اهي، تروحي عاملاه بقى كده، تاخدي الجزء ده كده من تحت كده اهي، هبصي تطلع معاكي كده، تروحي واخداها كده سرجي الاول. وبعدين يعني معاكي ابرة وابرة، ابرة تسرجي بيها وابرة تنبتي بيها، او حطي دبابيس حسب ما يتراءى ليكي. ادي الكم حبيبتي، عشان بس وبعدين مش عايزاكوا تزعلوا حبايبي اللي بيطلب طلب، يعني معلش اعذروني ببقى مضغوطة شوية، فده اللي بيخليني اتأخر عليكم. لكن حبيبتي اي طلبات بتطلب ان شاء الله يعني انا هلبها لكم. ادي الوردة بصي، تفضلي بقى ماشية كده واضح. طيب بصي بتبتدي تظهر معاكي اهي. طبعا انا راس الكم دي عاملاها من غير يعني مقاسات ولا بتاع، انت طبعا هتعملي بالمقاسات وتروحي تمشي بنفس الطريقة ديت. هكملها برضو معاكم عشان تبقى اوضح يعني اكتر. انا ممكن احط لكم كمان دبابيس ملونة عشان تبقى واضحة يعني. ادي بصي تيجي معاكي الوردة بالشكل ده. طبعا انت بقى هتبقي كاوية الشريط دوت. ادي وتمشي بقى كده، بصي ترجعي بصي تلفي بقى كل الجزء اللي انت عاملاه. طبعا انت هتحددي بقى بمقاسات طبيعية بتاعتك، واخدة بالك، وبتعملي بالشكل ده. بتاخدي الجزء اللي هو فوق الجيرو ده اللي بتشبكيه مع الجيرو بتاع الفستان او القفطان
اللي انت عاملاه وبيتثبت طبعا، بتعملي له حمالات. هبصي هيبقى معاكي كده، هنروح بقى كده اهي. انا بس هتيجي بقى للجزئية دي، بصي تروحي عاملاها كده، تاخديها بصي اهي انا واخداها ازاي، تروحي عاملاها كده. بس ايه، حاولي توسطنيها عشان كله يبقى تحت بعضه، يعني التانيات اللي انت بتاخديها دي تبقى كلها مع بعضيها. ادي الوردة اللي انتوا محتارين دي بتتعمل ازاي، ادي اتعملت بطريقة سهلة ما فيهاش اي صعوبة ولا اي حاجة، وتثبتي برضو كده واخده بالك، وترجعي تنبتي بالإبرة. ننزل بيها تاني كده في الاول تحت بالشكل ده، وتروحي راجعه تاني، هنرجع تاني كده اهو. بصي هترجعي تاني، خلي بالك من الجزء اللي بقولك عليه بتاع الخياطة، طبعا تنبتي بقى كويس جدا. ادي حبايبي الوردة بتاعتنا طلعت زي الفل. انت بقى تعملي بالمقاسات بتاعتك، وتاخدي الطول من عند الجيرو واخده بالك، وانزلي بالكم بتاعك عادي، انزلي بالعادي وبس اشتغلي. تقصي بقى اللي هوريكي انا في الصورة، على اساس تخلي البوزة بتاعت الوردة دي تبقى نازلة على العضلة بتاعت الدراع من بره، ماشية مع الراس بتاعت الكم. لو اي استفسار يا حبايبي قولولي. ادي الوردة طلعت جميلة جدا جدا، يا رب بس اللون الاسود ده يبقى ظاهر. انا قلت الابيض مش هيبان، حاولت يعني قلت الابيض مش هيبان، بس كده ان شاء الله هتبقى باينه معاكم تطلع. اهم حاجه تنبتي، بصي تاخدي الشريط لف كده، هي الفكره كلها بتلفيه وبتيجي في الجزء ده. او استنى احط دبوس ابره يفكت، مش مشكله، تيجي في الجزء ده بتروحي تانيه زي كانك بتعملي السبعه اللي هي في الفستان، في رقبة الفستان، مش بتعملي سبعة، بتبقى كده بتاخديها بس بتخليها على بره، تفضلي بقى تلف الشريط لغاية ما تعملي طيب. احنا هنكمل بقى الإبرة خلصت، ادي اهو حط دبابيس ما يجراش حاجه. هبص حبايبي اهو طلعت معاكي الورده، ادي فكره الورده وبتعمليها ازاي، بترسمي الكم بتاعك عادي، وبتيجي بصي بقى الفكره في الجزئيه دي، انت لا بتقصي ولا بتيجي تروحي واخدها سبعه كده اهي. بصي انا عاملاها زي كده، بس يا رب تبقى ظاهره اهي. بصي اهي بتاخديها كده اهو، وبتروحي عاملاها كده، وهنا بقى بتحطي اللولي او الخرز اللي انت عايزه تحطيه. ودي كانت طريقه وفكره الورده اللي هي يعني كل بيسال عنها. ادي بصي ادي طبقه اهي، وادي طبقه وادي طبقه وادي طبقه، والقلب بتاعها اهو. يا رب بس يكون الاسود واضح، ان شاء الله يبقى واضح. يعني بصي برضو اهي الفكرة بتاعتها برضو اهي، يعني انتي عملتي دي كده، انا بس هعملها لكم برضو كده عشان بس تبقى واضحة كمان. ادي دي بتدخليها او بتعمليها على المكنة تبقى هي لجوه يعني، خلاص بتيجي تروحي الاول لفها كده خلاص، وادي اول واحدة احنا عملناها. بصي وتروحي جاية واخداها، ادي السبعه اهي، السبعه اهي، بصي اول واحده تاخديها تروحي تانيها كده خلاص، وبتيجي بقى تلفي اهي، بصي بتلفي حواليها الجزء التاني بالتنبيت زي ما انا قلت لكم اهي. بصي بتيجي بقى تروحي لفه،
تيجي للجزء ده تروحي برضو تانية كده، اهي بصي اهي بتطلع كده، وتلفي وتثبتي بالابره هنا، تخليها بصي واقفه كده، تنيمهاش، تنبتي من الجزء ده. يا رب تكون الفكره وصلتكم. واي استفسارات اكتبولي كلموني. وحبيبتي اللي طلبت، هم اكتر من حد بصراحه، شوفي، واي استفسارات قولولي. وده كان الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله نلبي كل الطلبات، وألقاكم على خير. تنسوش اللايكات يا حبايبي، تعليقاتكم الجميلة. سلام عليكم.